شكرا فاتح نانسي، انا كثير متحمس لهذا الموضوع لانه بدي اسمع النصائح بخصوصه. يشكو الكثير من يشكو كثيرون من الافراط في تناول الطعام في ظروف نفسيه تنتج عنها مشاعر سلبية، ويعرف هذا بظاهرة الأكل العاطفي هاني، وهو تناول الطعام من دون الشعور بالجوع. نتعرف على بعض هذه الأسباب في التقرير التالي. ومعنا في الاستوديو خبيرة التغذية الدكتورة يارا رضوان. دكتورة يارا أهلا وسهلا فيك، ضيفا كريما على سكاي نيوز عربية اليوم. هل هناك فعلا أكل عاطفي؟ هل المصطلح موجود؟ هل هو شيء شائع ولا مجرد حكي بين الناس أنه أنا بأكل بطريقة عاطفية؟ هلا هو الأكل العاطفي أو فينا نسميه الإيموشنال إيتينج في له درجات، طبعا هو شائع كتير بين الأشخاص أنه هن مثل يفشوا خلقهم بالأكل. صحيح. إن كان هن ضغوطات الحياة مثلا ستريس، إن كان من ناحية فرح مثلا عم يحتفلوا بمناسبات او هيك، فهو موجود ولكن له درجات. درجات ممكن تكون هي عند اغلب العالم هي شيء طبيعي ما هو مرضي، ولكن ممكن عند بعض الاشخاص توصل للمرحله المرضيه اللي بصير بدها علاج. فنحن بدنا نحكي هلا بس على الشيء الشائع يلي هو ما وصل لسه للمرحله المرضيه. تمام دكتوره، عاده شو هي الاسباب يلي تدفع الشخص لحتى يتناول الطعام من دون الشعور بالجوع؟ صحيح. هلا هي مثل ما قلت بدون الشعور بالجوع، يعني نحن ما عنا الفيزيكال جوع يلي عم يصير، بنكون عارفين نحن تناولنا الطعام مثلا خلال ساعة أو ساعتين وبنعرف أن نحن بالحقيقة ما لنا جوعانين فيزيكلي. ففي عنا أسباب عديدة. هلا طبعا الضغوطات النفسية والسترس هي بتلعب دور كتير كبير. السترس بيرفع هرمون الكورتيزول بالجسم يلي هو بنسميه السترس هرمون، وهذا الهرمون هو بيخلي الجسم يطلب المأكولات السكرية والمأكولات الدسمة أكثر، بالإضافة لأنه بيشجع توضع الشحوم خصوصا بمنطقة البطن. فالسترس بسبب هذا الشيء. هلا الشيء كمان يلي كتير شائع يلي هو الإكستريم دايتينج، أو لما منروح على الحميات القاسية جدا منحرم الجسم. ديتوكس وكيتو وغيره. مزبوط. منحرم الجسم لفترة مثلا كذا أسبوع بشكل كتير كبير، بيكون الحرمان ردة فعل الجسم العكسية إنه هي بعد هاي الفترة بصير الجسم بده يطلب، بصير في عنا رغبة ملحة وخصوصا لتناول المأكولات اللي هي عالية بالسعرات الحرارية، المأكولات السكرية والمأكولات الدسمة. سامع يا هاني؟ عم بسمع أنا اللي عم بسمع. طبعا بس أنا عم بدي أسأل سؤال، يعني هذا الأكل العاطفي هو الذي يتحول إلى دهون، هو الأكل السيء الذي يتحول إلى دهون ونكتئب أكثر لما يطلع الدهون ويطلع البطن، منكمل ناكل بتصير الحرقة لا تنتهي. شو الحلول بهذا الإطار؟ هاي تمام مثل ما قلت، منصير ندخل بحلقة مفرغة، يعني نحن بناكل كتير منشعر شعور سيء أو منشعر بالذنب، نرجع بناكل حتى نخفف شعور الذنب، لأن الأكل هو بحد ذاته هو بخفف الشعور، يعني بيعطينا شعور إيجابي، بيساعد على إفراز السيروتونين بالدماغ اللي هي واحدة من هرمونات السعادة بالدماغ، فخصوصا المأكولات العالية بالكربوهيدرات وعالية بالدهون. هلا الطرق يلي فينا نعملها، اول شيء نحن نتاكد ان نحن عم ناكل وجبات منتظمه، يعني ما بصير نحرم حالنا، ما بصير نضل ساعات طويله ما عم ناكل، لازم نتاكد انه عم ناكل وجبات منتظمه صحيه. الشيء الثاني، اول ما تطلع هي الرغبه وبنعرف انه نحن هذا مو شعور جوع حقيقي، نشرب مي، لانه في كثير اشخاص بيخلطوا او الدماغ بيخلط بين شعور العطش وشعور الجوع، وكثير احيانا بنكون احنا في عنا تجفاف خفيف ولكن بالحقيقه ومنفكر حالنا بدنا ناكل ولكن بالحقيقه نحن بدنا نشرب. النوم السليم، لانه الاشخاص اللي ما بيناموا عدد ساعات كفايه هذا الشيء بيسبب جسمهم انه يطلب سعرات حراريه اكثر وماكولات اللي بنسميها الجانك فود او السكريات اللي هي بتضر، ويمكن كمان الايض كمان بخفف والميتابوليزم بيوطى اذا هو منه منيح. صحيح. انا حفظتها للمعلومه. صحيح. والنقطه اللي كثير مهمه هي الحركه الرياضيه، الفيزيكال اكسرسايز بتسبب افراز الاندورفين يلي هي مركبات كيماويه بتنفرز بالدماغ واللي هي بتعطينا شعور السعاده. نعم، يعني هلا بس عم تحكي عن كل هول النصائح، بس هدول النصائح بحاجه لشخص سليم وسوي مش معرض لاكتئاب، انه تذكر تشرب مي ونزال عمل رياضه وكتر نوم، ولكن الموضوع يبدو نفسي اكثر. صحيح. هلا في عنا شيء بيرتبط بالطفوله، يعني نحن وصغار اذا كانوا اهلنا او المدرسين او الناس اللي كانوا مسؤولين عنا بكافئوا
مثلا اي شيء منيح بنعمله باعطائنا السكريات. وللاسف هذا الشيء انا عم شوفه لسه بيومنا الحالي بمدارس، احيانا المدرسين بكافئوا. هذا الشيء بيصير بيرتبط بمركز المكافأة بالدماغ، وبيخلي الشخص لما هو يحس بالضغط النفسي أو يحس بالحزن يروح يلجأ للطعام لحتى يخفف هاي الشعور. نحن فينا نكسر هاي الحلقة ونكسر هاي العادة بأنه نبلش نعود حالنا أنه نعمل، نلاقي دائما alternative، يعني نلاقي شيء بديل نعمله. أو ربما دكتورة ما في يكون البديل مثلا استعادة عن الطعام الدسم وغير ذلك بفاكهة وخضار وغير ذلك، يعني نغير ربما نوع الأكل يلي عم ناكله إذا شعرنا بحاجة فعلا لتناول طعام بلا جوع. صحيح، وهي نقطة كتير مهمة ذكرتيها، لأنه نحن لما بنشتري بندخل على البيت شو بنشتري بالنهاية، إذا كنا عم ندخل مأكولات مثل الشيبس والشغلات اللي بتزيد فيها كتير سعرات حرارية عالية، لما بيكون عنا هاي الرغبة رح نروح نتناولهم. فإذا نحن خلينا عنا بالبيت دائما مأكولات اللي هي جاهزة صحية، مثلا فينا نقول الخضار، الفواكه، الحمص، مثلا نعمل ديب، البوب كورن اللي معمول بالبيت، هذا الشيء كله بيخلينا أنه نحن نلجأ لهي المأكولات أكثر. هلأ أنا بدي أذكر أنه نحن مثل ما ذكرت هاني في عنا مرحلة منوصل فيها لمرحلة مرضية، وهي منسميها البنج إيتينج، يلي هي الأشخاص بيفقدوا السيطرة تماما خلال فترة زمنية قصيرة بيتناولوا كميات كتير كبيرة من الأطعمة غير عن الشخص العادي ممكن يتناوله، وبيكونوا عم يتناولوا بسرعة، وبيكونوا عم يتناولوا يعني بعيد عن العالم، بيكونوا عم يخبوا لأنه في شعور الذنب وفي شعور الخجل من يمكن نفسه. كثير منشوفها بأشخاص بيناتنا في كثير من الأحيان، يعني نرى شخص أنه ربما سمين بعض الشيء، لديه كيلوغرامات إضافية، ونرى أنه لا يتناول الطعام عندما يكون موجود بين الناس، ربما هذا هو السبب. تمام، هو قدام الناس ما بيتناول الأطعمة كثير، ولكن بيصير في عنا episodes، يعني بيصير في عنا نوبات من البنج إيتينج، خلص بيفقد السيطرة تماما، وهي الحالات بدها أكيد استشارة نفسية زائد متابعة من أخصائي التغذية. كيف يمكن تشخيص هذه الحالات؟ يعني بالنسبة لكم كيف تشخصون هذه الحالات؟ بتميز بين الطبيعية ولا المعقدة؟ بالفعل وبترسلوها ربما لزوجك دكتورة يارا الأخصائي النفسي، يعني ربما بتكملوا بعض بهالسياق. هو دائما لازم يكون في الاثنين مع بعضهم، لأنه هلا أول خطوة هو إنه الشخص غالبا بيراجع اخصائي التغذيه بمشكله زياده الوزن. نحن مع اخذ القصه ومعرفه التفاصيل هذا الشخص كيف عم يتناول الطعام، بنقدر نوصل انه نستنتج انه ممكن يكون في مشكله بنج ايتينج، وقتها بنحولها فورا عند الاختصاصي النفسي ويكون بمتابعه اخصائي التغذيه ايضا. في التوازي يعني لازم يكون في النفسي والغذائي في الحميه. ما طبيعه هذه الحميه؟ صحيح. اللي ممكن تعطيها للاشخاص اللي عندهم مشكله متفاقمه؟ هلا اول شيء بدنا ننظم الوجبات، يعني نحن بدنا ننتبه انه هدول الاشخاص ممكن هن ما يكونوا عم يتناولوا الطعام خلال كل النهار، وبعدين يصير في عنا مرحله من انه ياكلوا كميات كبيره من الطعام بوقعه واحده، وغالبا بصير كمان بفتره المساء لما يكون الواحد تعبان بعد يوم شغل طويل بعد ضغوطات نفسيه، فهون بدنا ننتبه لهي الشغله. فبدنا ننظم الوجبات، ما بدنا نحرم، يعني هون في نقطه كثير مهمه انه الحرمان هو اللي بيؤدي الشخص انه هو يرغب يتناول كثير اطعمه. فنحن نسمح لحالنا انه نستمتع بكميات قليله من الاطعمه اللي نحن بنحبها، ما بدنا نقول هذا الطعام هو سيء وهذا الطعام هو جيد، لا، بنستمتع بكل انواع الطعام باعتدال والاستمتاع، يعني نحن ما بدنا نكون ماسكين الموبايل ونحن عم ناكل، دماغنا ما بيسجل انه احنا اكلنا، ما بيكون في الاكسبيرينس تبع متعه الطعام، فنحن نتناول كميات قليله من الطعام اللي بنحبه ونسمح لحالنا ما نحرم حالنا. يعني احنا صرنا بناكل مع موبايل ومع ايباد وقدامنا التلفزيون كمان، يعني وعندنا ربما ايضا ساعه ذكيه في يدنا تسجل السعرات الحراريه. صحيح. يعني ضغط نفسي صرنا كبير، صرنا بعصر فيه كثير مشتتات. صح، نعم. يعني اليوم اشار التقرير الى انه الاكل العاطفي يرتبط ايضا بالعمر، هل توافقين؟ يعني في اعمار معينه لا يدخلون بالاكل العاطفي؟ هلا هو في النساء بصير في عندهم اكثر من الرجال، هي بالنسبه. هلا الاكل العاطفي بيعتمد على ولكن غالبا بالمرحله العمريه فينا نقول يلي بعد ال 30 مثلا، ممكن ضغوطات الحياه تكون كثيره، في عنا امراض تغذيه ثانيه اللي هي فينا نقول مثلا البوليميا او الانوركسيا، هذول ممكن يبلشوا باعمار ابكر، ممكن يصيروا عند المراهقين بسبب صوره الذات تكون، او يعني السلف ايمج، الصوره الذات تكون هي صوره سلبيه بالنسبه لنفسهم بسبب طبعا تاثير الميديا، تاثير كل شيء، السوشيال ميديا، المجلات، الصور النمطيه المنتشره فعلا. صحيح، فنحن بدنا ننتبه لهذا الشيء، ودائما ننصح الاشخاص يراجعوا الطبيب النفسي كمان. فعلا ربما سيكون لدينا حديث مطول اكثر عن هذا الموضوع معك خبيره التغذيه دكتوره يارا رضوان. شكرا جزيلا لك لوجودك معنا هذا الصباح، شرفتينا. اهلا، شكرا.